نبدأ سريعا مع أهم العناوين في الصحف والمواقع الرياضية العالمية. يا ترى قالت إيه؟ نبدأ بماركا الأسبانية. ماركا اهتمت بفوز فيا ريال على أتلتيكو مدريد 2-0، وكمان برشلونة على سوسيداد 4-1، وكتبت فيا ريال يعتلي الصدارة وليفاندوفسكي يضع تشافي في المسار الصحيح. أما جريدة سبورت الأسبانية كمان ركزت على فوز برشلونة على سوسيداد 4-1 وكتبت مهرجان. الصحيفة تحدثت برضو عن مستقبل ممفيس ديباي وكتبت ديباي يطلب راتب كبير من يوفنتوس واليوم اجتماع من أجل أوباما يانج. لسه في أسبانيا مع صحيفة آس الأسبانية اللي اهتمت بفوز برشلونة وكتبت عيد ميلاد سعيد ثنائية من ليفاندوفسكي في الفوز الكبير لبرشلونة. طبعا ليفا طبعا يعني عامل مباريات رائعة مع طبعا برشلونة. هنروح لبريطانيا مع ذا سان الإنجليزية اللي ركزت على لقاء مانشستر يونايتد وليفربول وكتبت غضب تين هاج و يرغب في استثمار غضب لاعبيه لإظهار ردة فعل على ملعب أولد ترافورد خلال مباراة ليفربول. اهتمت الصحيفة كمان بهزيمة تشيلسي 3-0 وكتبت توخيل يلوم مندي على الأخطاء. نروح سريعا لفرنسا وجريدة الكيب الفرنسية. الكيب ركزت على فوز كبير جدا البي اس جي على ليل بنتيجة 7-1 وكتبت الانسجام التام. طبعا ده نتيجة كبيرة جدا جدا بالفوز على ليل 7-1 في مباراة كبيرة في الدوري الفرنسي. نروح لإيطاليا، نروح للكاسيتا دي سبورت اللي يمكن ركزت على تعادل الميلان وأتلانتا 1-1 وفوز نابولي على مونزا 4-0. دي كانت يمكن أخبارنا النهاردة في الصحافة العالمية. لسه عندنا ملفات كثيرة جدا. بعد الفاصل معانا يعني محلل الكرة العالمية نادر عبد الناصر هيكون معانا في المحترف النهاردة عشان نتكلم أكيد على المباراة اللي هتقام خلال يمكن ساعات قليلة، مباراة المان يونايتد مع ليفربول. نتكلم على البريمير ليج بشكل عام وانطلاقته، وكمان عندنا ملف في الكرة الإيطالية اللي انطلق بقوة، الدوري الإيطالي مشتعل. هنشوف كل ده من خلال إن شاء الله المحترف، لكن بعد الفاصل.